ثروة عبد الواحد وكيمياء حرية التعبير لم تكن زلة لسان تلك التي ركمت عليها أكثر من 25 قضية رأي أمام محاكم كردستان العراق، بل كانت تتعلق بقضايا أبرزها الدفاع عن حرية الصحفيين وتكميم أفواههم وتصفيتهم أحياناً. عبد الواحد من مواليد السليمانية والحاصلة على شهادة الماجستير في الأدب العربي، عضو لجنة النزاهة النيابية حالياً، ووضعت أولى خطواتها السياسية في مقارعة النظام السابق، وبعد سقوط النظام عملت مراسلة في قناة الحرة. اهتمت في رسالتها الإعلامية بحقوق التعبير والرأي العام بجانب عملها في ملف حقوق المرأة. وفي عام 2014 بدأت عبد الواحد مرحلة جديدة من حياتها السياسية لتدخل البرلمان العراقي رئيسا لكتلة التغيير. وبين أعوام 2016 و 2023 تلقت عبد الواحد 28 دعوى قضائية في محاكم إقليم كردستان، فضلا عن منعها من دخول إربيل وادهوك لكشفها ملفات حساسة. وجميع القضايا التي واجهتها كانت تندرج ضمن خانة حرية التعبير عن الرأي. قد يكون ولعها بالإعلام والسياسة جزءا محفزا لحجم المخاطرة، حيث وقفت عبد الواحد بالضد من استفتاء إقليم كردستان، فضلا عن مطالبتها للمجتمع الدولي بعدم التعامل مع الإقليم بسبب حكم العائلة البرزانية له. تركت الترشيح إلى البرلمان عام 2018، لكن في العام نفسه ورد اسمها ضمن المرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق. شاركت في انتخابات 2021 مرة أخرى وحصلت على أعلى الأصوات من بين النساء المترشحات، فضلا عن فوز كتلتها كثالث أقوى جناح في إقليم كردستان. تترأس الآن كتلة الجيل الجديد النيابية والمتكونة من 9 أعضاء في البرلمان العراقي. تعود عبد الواحد لمواجهة جديدة مع محاكم إقليم كردستان في أيار المقبل بسبب انتقادها الأجهزة الأمنية بعد مقتل أحد الصحفيين ووصفهم بالمقصرين. الكيمياء التي جمعت عبد الواحد مع حرية الرأي قد لا تكون علاقة عابرة، إنما هي امتثال لشخصيتها المعارضة التي لا تستطيع مغادرتها وتجيد معها صناعة السلام ومحاربة الفساد. ماذا تتوقع قرار محكمة السليمانية هذه المرة بسبب دفاعها عن مقتل الصحفي أمانج باباني؟